بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي طلاب الدفعة التامنة، أهلا وسهلا بكم. سؤال لسه بتكرر، رغم أن أنا نزلت فيديو من يوم 20/7 بتاريخ 20/7 موجود على القناة بموعد نتيجة الدفعة التامنة، السؤال لسه بتكرر وبيجيني بدل المرة 20 مرة على القناة. هي النتيجة إمتى؟ معرفش الناس اللي كاتبة التعليقات دي جديدة على القناة ولا الناس دي قديمه برضو، كل شويه طب هو مفيش جديد بالنسبه للنتيجه. انا نزلت النتيجه وقلت لك يعني رايي بناء على المعلومات السابقه اللي قبل كده كانت بتتم. فاحنا قلنا الكلام ده بتاريخ، في فيديو بتاريخ 20/7 موجود عند حضرتك كده، موعد نتيجه اللي هو نتيجه الدفعه الثامنه. طب امال انا جاي اتكلم معاك، جاي اتكلم علشان خاطر السؤال اللي عمال يتكرر تاني وتالت ورابع بتكلم تاني فيه. طيب في جديد بالنسبة للنتيجة؟ في النتيجة موعدها قرب. طيب يعني أنا معلش كده بقى النتيجة، يعني أنا ساعة ما نزلت الفيديو دوت اللي هو نزلته يوم 20/7 ده، في حد طبعا بعت لي قال لي في حد يعني في صفحة على الفيس، في الأدمن بتاع هذه الصفحة منزل بوست طويل عريض إن الراجل اللي بيتكلم دوت بيقول الميعاد ده في شهر كذا. عشان انا كنت بقول في شهر 2، يعني ميعاد تتقبل في ميعاد الدفعه دي في شهر 2. فقاعد الراجل ده ما بيفهمش، كل فيديوهاته كلها غلط، معلوماته كلها خطا، الراجل فكلام مش كويس. فانا عينه ان شاء الله البوست ده عينه لوقته، ساعتها هطلعه لوقته. طب انت جاي تقرفنا بايه او جاي تدوشنا بايه يا استاذ دلوقتي على القناه تاني؟ انا جاي معلش اقول لك كلمتين كده يا ريت تفهمهم كويس. جه حد من الدفعه السابعه نازل اجازه قال لنا ده احنا النتيجه قربت خالص، يوم في اول 9، عدى اول 9 في 25/9 في 25/9. طب لما تنزل على المورد الدفعه السابعه تنزل على المورد معاهم اخبار كويسه نازلين، ده يا جماعه انتوا خلاص، الناس بيقولوا لنا ان انتوا ايه بتوع الدفعه السابعه دول بيقولوا لنا الدفعه بتاعتكم خلاص قربت. كل ده كلام الناس بتاعه الدفعه السادسه، ده احنا شلنا المهمات بتاعتكم على اكتافنا لما اتهرت، المهمات بتاعتكم وصلت يا جماعه اطمنوا انت هتخشوا قريب. كل ده كلام، ايه المهمات يعني دخلت؟ اللي ما انت ما تفهموش او ما تعرفوش، اي مركز تدريب، اي وحده في الجيش في الشرطه، في حاجه اسمها مخزون استراتيجي. مخزون استراتيجي دوت بيبقى عباره عن اللي هي التعيينات، بتبقى تعيينات جافه لابد انها تتخزن لوقت، يعني لازم لأي ظرف طارئ موجودة تخزين من السنة للسنة. العهدة برضو اللي هي اللي كانوا هم المهمات اللي متشالة دي، حضرتك في ناس شغالة، مئات شغالة في المعهد دوت أو شغالة في الوحدات، لابد إن بيجي في مهمات بتيجي جديدة، في مهمات بتتكهن وتخش مهمات مكانها، مش شرط تكون المهمات دي جاية لاستعداد للدفعة التامنة، دي مش شرط يعني. دي مهمات بتتكهن وبتطلع وبتخش مكانها مهمات جديدة في المخزن، ده تخزين. فدي مش شرط كل الكلام ده، احنا قلنا في الفيديو ووضحنا، يا ريت ترجع له تاني الفيديو وتشوف انا قلت ايه، لان انا برضو هعيد الكلام لحضرتك تاني. والكلمتين يمكن دول بتغيروا شوية عن المرة اللي فاتت. مفيش دفعتين يا جماعة، مفيش يعني من ساعة ما المعهد فتح واتلغى معهد أمناء الشرطة وجي بديل مكانه معهد معاون الامن، مفيش ما تقبلش دفعتين في سنه واحده وما تخرجش من المعهد دفعتين في سنه واحده، وطول عمر المعهد ماشي بحاجه اسمها خريطه زمنيه. اي مكان استراتيجي او اي مكان لازم فيه اداره للتخطيط، الاداره دي شغلانتها كده بتعمل حاجه اسمها خريطه زمنيه للظروف بتاعه كل دفعه. ايه هي الخريطه الزمنيه دي؟ انك انت حضرتك دفعه هتتخرج امتى، ودفعه هتخش امتى، ودفعه داخله مش عارف ايه، في حاجه اسمها تخطيط كده حضرتك، جدول زمني بيتحط. ففي جدول زمني من ساعه ما الدفعه الاولى لحد ما الدفعه السادسه اتخرجت والسابعه دلوقتي في المعهد والثامنه هتخش، ان الدفعه لازم تكون قاعده سنه وتخش الدفعه الجديده عليها، تقعد معاها 6 شهور تتخرج الدفعه اللي موجوده، والدفعه الثانيه تستمر ال6 شهور بقى كده لغايه لما تكمل سنه ويبتدي يتقبل الدفعه اللي بعديها. يبقى مفيش دفعتين يخشوا في سنة واحدة. يعني حضرتك انتوا خلصتوا بدري، خلصتوا بدري قد ايه؟ حضرتكوا دخلتوا ابتديتوا كده في أول شهر 2، يعني أول كشف القدرات للدفعة التامنة كان في شهر 2. خلصتوا في نص 8 مثلا. يبقى دي 6 شهور.
الدفعة اللي قبلك خلصت في قد ايه؟ خلصت دخلت في نص خمسة، خلصوا في 15 واحد، قعدوا 8 شهور مثلا. انت قعدت 6، هو قعد 8، مفيش مشكلة. الشهرين دول اللي قبلك كده، لو حد معايا على الدفعة السابعة يا ريت حضرتك، لو حد معايا من الدفعة الستة قصدي على القناة موجود لسه، يا ريت يسيب لي تعليق، او انت تسأل، او انا هقول لك ده قعد قد ايه لما جات له النتيجة. قعد حوالي 5 شهور او 4 شهور ونص بالظبط كده على ما ظهرت النتيجة بتاعته. والدفعة الرابعة نفس الشيء، يعني الدفعة السادسة، الدفعة الرابعة قعدت 5 شهور او 6 شهور، والدفعة السادسة قعدت 4 شهور وشوية على ما ظهرت نتيجتها. فهي دايما ارجع للفيديو اللي انا بقوله لك، عشان الناس قعدت تتريق كتير وازاي احنا دخلنا بدري. سيبك من الهري دوت، احنا هنخش بدري. عايز اقول لك معلومة كده، عشان تتعمل طب، احنا الدفعة دي خلصت بدري يا شباب. البلد يا جماعة داخلة على انتخابات رئاسية. انتخابات رئاسية دي هتبقى في شهر 10 تقريبا، فيتم الاستعداد لها من شهر 5. ده تخطيط يا جدعان، مش عارف انتوا مش قادرين تفهموها ازاي. في امور امنية بتتحط لجان ودنيا ودين كده، بتتحط كده هوت عشان خاطر اللي تتم العملية دي كده بنجاح، كده عملية انتخابية دي بنجاح في البلد ان شاء الله. فمحدش فضيلك دخلته قبل كده وكلامي دوت غلط، خير وبركة ليك مش ليا، خير وبركة ليك. أنا مش هزعل لو أنت دخلت بكرة، يا رب تخش بكرة. بس أنا بقولك عشان خاطر إيه؟ عشان خاطر لأجل النبي، الناس اللي نازلة تعب أعصابها كل يوم يفتح الموبايل 20 مرة في اليوم عشان النتيجة، ويقعد يعلق في بوستات على الصفحات وعلى الجروبات، هي إيه الواحد زهق الواحد، ما أنت اللي تعب أعصابك. اهدى كده، روح شوف شغلك وشوف مصلحتك، نتيجتك مش هتبان غير في شهر 2. ده اذا بنت في 2، ما بنتش في 3. انا والله بقول لك كده، هلاقي تعليقات بايخه كده. طب انا عايز اقول لكم على حاجه، انا قلت لكم الكلمتين دول، قلت لكم الدفعات كلها كانت بتخش، لازم دفعه تبقى بيها سنه والتانيه تخش عليها تقعد معاها 6 شهور، تقوم تتخرج الدفعه اللي هي بتقعد تدريبات سنه ونص وهكذا. قلت لك حضرتك قبل كده كل الفترات بتقعد 10 شهور و8 شهور اللي هي فتره الاختبارات. انت خدت 6 شهور يعني بدري شويه، قلته شهرين يعني، يمكن قلت الشهرين دول هم حاطين في الخطة الزمنية، زي ما بقول لحضرتك في حاجة اسمها يعني خريطة زمنية كده بتتحط كده في أي مكان، والتربية والتعليم بتعملها خريطة زمنية، هنخش نبدأ العام الدراسي إمتى، امتحانات الدور الأول إمتى، امتحانات الدور الثاني إمتى، الأجازة نص السنة إمتى، الأجازة آخر السنة إمتى، الملاحق إمتى، برضه في وزارة الداخلية كده. مش أنت بس حضرتك، لا في كلية الشرطة، في حضرتك أكاديمية الشرطة، في حضرتك المعهد الفني الصحي، في 100 حاجة. في وانت فاكر انت المعهد ده شغال فيه تدريبات ليك انت بس، معاون الامن بس. هو انت كل ما تخش على الموقع، الموقع مهنج شويه ولا السيستم واقع شويه، تقوم خلاص هم بيقفلوا عشان خاطر بيحطوا لنا الجماعه، يعني يا جماعه النتيجه على البتاع، وتفضلوا يعني واحد يضحك عليكم ويقول لكم يا جماعه ده اصل بيحملوا النتيجه. هو الموقع دوت لما بتيجي مهنج حضرتك، هو قاعد موقع اسمه موقع معاون الامن، ده موقع وزارة الداخلية من ضمنها خدمة اسمها خدمات معاون الأمن، في 100 خدمة عليه زي خدمات المرور واستعلامات وشكاوى الجماهير و و و مليون حاجة موجودة على الموقع. اهدوا كده وكل واحد يروح يشوف شغله، ما تزعلش من كلامي. لو أنت عندك توقعات في اللي أنا بقوله لك ده، توقع معايا النتيجة، سيب لي في تعليق. نتيجتك ممكن تبان إمتى؟ في تعليق كده بالأدب والاحترام بيننا وبين بعض كده، لأني بلاقي ناس بتستخف دمها كتير. اللي بيستخف دمه ده انا هحذفه من القناه، ما لا ينفعني بقرش سيخ حتى. فانا بقولها لكم بصراحه، انا جاي بقول لكم معلومه يا شباب، بناء على دفعات يعني دي، يعني 6 دفعات قبلك، 7 دفعات قبلك، بنقول لك اللي حصل ايه عشان تبقى انت كده تريح دماغك. انا اتمنى انه تتقبلوا من الصبح، لكن انا صدقني انا بقول لك الحقيقه. الحاجه ممكن تكون صعبه شويه، بس هي دي الحقيقه، ان انت احنا يعني الفترة اللي جاية دي تقريبا يعني مفيش، يعني روح شوف شغلك، ولو ظهرت بكرة خير وبركة، ان هتعرف انت والله، لكن انت اعصابك وتعبين اعصابكم بالفاضي. ما تزعلوش مني، اتمنى لكم التوفيق. انا زي والدكم، انا عندي حفيدتي يعني عندها 18 سنة، يعني قريبة من سنكم، حفيدة مش ابنة كمان، يعني انتوا زي ولادي وولاد ولادي. فاتمنى لكم التوفيق، اتمنى لكم النجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.